بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين على ما فضل العلماء على العابدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول جميع طلاب التكميل في الحديث للجامعة المدنية أنغرى محمد فور بياني بازار سلهت نروي المجلد الأول للجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى قراءة وإجازة عن أستاذنا الشيخ المحدث الكبير الفقيه البارع المفتي مجيب الرحمن حفظه الله قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم الجات جامي قال حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي ونروي المجلد الثاني عن أستاذنا المحدث الجليل الرباني الكامل الشيخ محمود الرحمن التالباري قال حدثنا وأجازنا الشيخ المفتي رحمة الله التالباري قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي حا وأيضا نرويه عن أستاذنا التالباري عن الشيخ العلامة قطب الدين والشيخ العلامة إسحاق رحمهم الله تعالى قال حدثنا وأجازنا الشيخ يوسف البانوري قال حدثنا وأجازنا أنور الملة والدين الشاه أنور الكشميري قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي ونروي المجلد الثاني أيضا عن رئيس الجامعة صانع الرجال مفكر الإسلام الشيخ ضياء الدين أطال الله ظله علينا قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد القيوم الجات جامي قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حصلت لي السماعة والقراءة والإجازة عن قاسم العلوم والخيرات قاسم النانوتوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي قال حدثنا وأجازنا الشاه إسحاق الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الإمام قطب الدين أحمد المدوب الشاه ولي الله المحدث الدهلوي الحنفي قال حدثنا وأجازنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن والده الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني قال حدثنا وأجازنا السيد أحمد بن محمد القشاشي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال حدثنا وأجازنا أبو يحيى زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا وأجازنا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر المشهور بالحافظ بن حجر العسقلاني قال حدثنا وأجازنا زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا وأجازنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي قال حدثنا وأجازنا سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقع عبد الأول بن عيسى الهروي قال حدثنا وأجازنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي قال حدثنا وأجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي
قال حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا وأجازنا إمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم وفيوضهم آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.